الإعلامي لجهاز الظواهر السلبية والهدامة الملازم أيوب العرفي، أهلا بك في نشرة الأخبار من ليبيا الحدث. وهذه الحملة التي تشهدها مدينة بنغازي الآن، وهذه المرة كانت على المطاعم المخالفة، ما هي الإجراءات وما تم اكتشافه حقيقة من هذه المطاعم؟ تفضل. نعم، في البداية نحييك جميع المشاهدين قناة ليبيا الحدث، أهلا بك. وكذلك جميع العاملين في القناة. طبعا الجهاز مكافحة الظواهر السلبية بدأ في الخطة الثالثة لمدينة بنغازي، واللي هي التفتيش ومتابعة المخابز ومتابعة المطاعم المتواجدة في مدينة بنغازي. طبعا ما بعد ورود العديد من الشكوات في مدينة بنغازي من المواطنين على بعض المطاعم اللي تخل بأداب غذائية وليس لديها أمر صحي بالموضوع، فتوجه الجهاز مكافحة الظواهر السلبية للتفتيش وعمل لجنة من الجهاز، وأيضا من مرافقة الحرس البلدي اللي هو يعتبر المسؤول الأول والأخير على هذه الإجراءات. وتم تفتيش برفقة الحرس البلدي، وتم اكتشاف العديد من المخالفات الغذائية في المطاعم، من الأشخاص المتواجدين داخل المطعم يوجد لديهم شهادات صحية، كذلك الأجانب المتواجدين في المطاعم، كذلك سوء استعمال المواد الغذائية في المطعم جوا في التحضير من الخضروات من اللحم من الدجاج، يعني بطريقة ممكن تشاهدونها في الصور كيف ما شفتوا اليوم. وما زالت الحملة مستمرة لجميع مطاعم في مدينة بنغازي، نتمنى أن المطاعم في مدينة بنغازي تقيدا بالأمر الصحي أول شيء، لأن هذا مهم جدا، لأن الشيء هذا يمس كل فرد في مدينة بنغازي سواء من صغير أو كبير. وكيف ما نعرف ونحن المطاعم يعني نمشون بشكل يومي أو بشكل استمراري بالذات في مدينة بنغازي، فنتمنى جميع المطاعم أن يحافظ على النظافة ويحافظ على التغذية ويحافظ على نظافة المكان. طيب سيادة الملازم، نفهم ذلك أن لازالت الآن تعتبر هذه بداية الحملة، والحملة لازالت مستمرة على كافة المطاعم في مدينة بنغازي، ليست المطاعم المعروفة فقط أو في الشوارع الرئيسية، حتى المطاعم الأخرى التي تفتح كل يوم في أماكن متفرقة من المدينة. مستهدفة الآن مطعم الظواهر السلبية والهدامة بالتعاون مع جهاز حرس البلدي مدينة بنغازي، جميع المطاعم، لأن هذا الإزالات ممكن توجهنا إلى الشارع العام أو الشارع الرئيسي في المظهر العام. ما زلنا ما خشيناش داخل الأحياء السكنية، لكن نحن متكلفين ب